السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة زي ما انتم شايفين الفيديو بقى النهاردة حلو جدا. عملنا مرجيحة اللي بتتباع ب2000 و2400 وفي ناس بقى 500 و1700 بتكلفة مش يعني هقول لكم في نهاية الفيديو الكلام كام بالظبط. تكلفة سهلة جدا وخطواتها كمان مو صعبة، خاصة لو حد بيعرف يشتغل التريكو او ممكن تنزل الفيديو وتتعلم منه. ده شايفين شكلها حلو جدا ازاي. هقول لكم دلوقتي ايه الحاجات اللي جبناها والخيوط والكلام كام بالظبط. اتفرجوا بقى على جمال كده المريحة، حلوة جدا. بصوا بقى دي طارة، جبنا طارتين طارة حوالي العرض بتاعها 81 وواحدة 90 لانها عند الحداد، واحدة 60 وواحدة 80 تمام عند الحداد. تروح لأي حداد عادي بنهلك، هيبقى إطار كده مفرغ من جوه بس عشان يستحمل. وكمان هنهلك شايفين ده الحجم بينها. دول الطرفين الأساسيين اللي هتعملي بيهم في الشكل ده. لو هتعملي الشكل ده طبعا هيبقى الطارة مختلفة. وده الخيط اهو، الخيط ده بندوب ودروب اونلاين. في خيط مكرمية بس الخيط ده قطن حلو جدا، خامته حلوة. لو عاوزين كمان رقم التليفون اسيب لكم المكان اللي نجيب منه اهو. في من ده الخيط اللي هنلفه الاول على الطارة، هنلف الاول الطارة دي كلها. وهقول لكم في خيط تاني اسمك شوية اللي هتبان في الشراشيب بنعمله الحاجات التانية. فالخيط ده الاول اهو بيجي كده زي اللفة دي كده. بصوا كده الخيط بقى بالطريقة دي هنبدأ نعمله زي كورة. لان انت لو سبتيه كده زي ما هو هيتعقد منك وهيبقى مزعج وانت بتدخليه وخرجيه من الطارة طبعا. لكن كده بيسهل عليك الخطوة تمام. وهبدأ اعمله كورة زي الشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. ونبدأ بقى نلف على الطارة الاولانية. بالشكل ده كده بقت الكورة جاهزة عندي الاولانية. ها بصوا كده ده العقدة الاولانية ها، بعقد اول عقدة واحدة بس كده اهو كويس. وبسيب الطرف بتاعها زي ما هو. هعمل ايه بالكورة اللي معايا؟ هبدأ الف تاني اهو على الخيط. يعني الخيط ده بلف عليه، لازم الف كويس علشان ده الاساس عشان ما يتفكش معايا. دايما وانا بلف في حاجه مهمه بقى، ان لازم احاول اخلي الخيط كله جنب بعضه. يعني دايما بعمل بايدي واروح في خطوه كده، لازم الخيط كده بايدي عشان يبقى ايه جامد ما يفكش مني كده تمام اهو. العقده اللي عندي بقى موجوده هعمل ايه؟ هقطعها عادي عشان ما تبقاش متعقله في الشغل. حتى السكينه كده ما تكونش فيه مقص كده تمام. عندي الخطوه دي كده اهو. وانا بلف الخطوه دي مهمه قوي يا جماعه، او الحته دي مهمه قوي. تاكدي ان انا دايما بضغط الخيط جنب بعضه بايدي كده، بضغط دايما بحيث ان الطاره تكون الخيط بتاعها مشدود ما يكونش مهوي عشان ما يفكش معايا بعد كده. عارفين المرجحه دي بيقعد عليها احمال وتفضل معايا فتره طويله، يعني ان شاء الله يعني الى ان احيانا الله يعني. فلازم بصوا بقى شايفين كله جنب بعضه ازاي اهو. بس كده يا جماعه انا الطرفين خلاص لفيتهم. وخلي بالك ان كل طاره لسه فايض منها كوره خيط، بسيبها زي ما هي ممكن احطها في شراب او حاجه. ولاني بربط الاثنين بالخيط ده فما بقطعش الخيط، يعني كل طاره بخلص الخيط اللي فيها بسيب الخيط زي ما هو الباقي لان هيتلفوا ببعض. والخطوه دي بقى صاحبتي اللي هتكملها كده. الطرفين الاساسيين للمرجيحه جاهزين اهو. كده بقى صاحبتي اللي كملت الخطوات دي، وللاسف الفيديو بتاع التصوير ده راح مني، بس ان شاء الله هحاول اجيبه لكم وموجود على النت الباقي. هي عملت الايد وشبكتهم ببعض. طبعا الايد دي خطوه صعبه عليا، هي كملتها. شوفوا دي المرجيحه اللي جبتها لسه ما علقتهاش اهو، شايفين اهو. بصوا كده ده شكل المرجيحه، لسه بغلط بس علقها فين اهو. الخطوه دي سهله لكن الخطوه الاصعب طبعا بتاعه الايد، لان الايد لازم تعلقيها وانت بتوزني. بصوا بقى جبنا المسامير دي وعملنا القاعده دي. هي في طبعا مسمار بتباع عند الحداد، بس احنا عملنا دي عشان تبقى جامده شويه. عند حداد اهو في مسمار بيجي جاهز، بس دي بصوا بقى
بقى كده ده الشكل النهائي للمريحه بعد ما اتقلقت. هوريكم علقناها ازاي اهو، لسه عامل لها شلته مدوره. في اي فيديو تاني بقى ان شاء الله هصورها لكم. انا حطيت بس تكاوي من اللي موجوده على الفري وروحنا شكلها، لكن شكلها حلو جدا. مش قادره اقول لكم قد ايه هي بقى مريحه للاعصاب، حلوه قوي. البنات صراحه من يوم ما جت وهي يعني قاعدين طول النهار، شكله بقى مين اللي هيقعد دي تقوم ريت شكلها، شايفين شكلها حلو جدا ازاي اهو. الشرشيب اللي فيها كمان ممكن تعليها اعلى من كده زي ما انت عاوزه بقى. بصوا بقى على الايد بتاعتها اهي، دي السلسله بتجيبيها بالمتر، المتر اعتقد ب 25 جنيه والحديد اللي عملناها موله عند حداد ب 100 جنيه. بس في مسمار بيجي عادي من عند اي محلات حداده، بس جوزي حاسس ان دي امتن عشان فيها اربع مسامير. تطولي بقى الحبل او مطلوش براحتك انت خالص. شايفين شكلها حلو جدا جدا. وبصراحه يا جماعه اللي في شغل المكرميه او كده هي خطواتها سهله، لكن هي الايد بالنسبه لي هي اللي صعبه. ممكن تضفري ايد من خيوط عاديه وتعمليها فيها، بس هي الطاره بس تاخد وقت شويه في اللف. وفي فيديوهات كمان بتدي الخطوات التانيه دي يعني، وطبعا توفير كتير جدا يعني. كل الحكايه دي كلها الخيط بالحديد بكل ده حوالي 500 جنيه، طبعا وفر كتير جدا عن ما انت هتشتريها جاهزه، بس طبعا بتاخد مجهود. اتمنى فيديو النهارده ان شاء الله يكون عجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا للفيديو لايك ورايكم في الكومنتات والمشترك، شكرا على الهاشتاج. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ممتع باذن الله. وقولوا لي بقى رايكم في المريحه اللي معموله في الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله.